الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمصر الأثيم وصلى الله تعالى لم تجعل بسن إلى الإيمان والإسلام والإحسان وإلى الدار الدائمة والقريب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حيث قرعت أو كتبت أو نشرت إليها أبدا آمين يا رب العالمين بجاه صلى الله تعالى عليه وسلم بسم الله يا من قال عن شركائي ستعدى يا